بجد لما بسمع سيرة يعني أو سمعت أي حد جاله إصابة زي دي بجد بيبقى الموضوع بالنسبة لي جسمي بيقشعر وببقى متضايق بجد. يعني أنا بجد والله أول لما سمعت خبر أكرم توفيق بالصليب التاني والله هني دموعي نزلت والله. ولما سمعت خبر كريم برضو الموضوع كان بجد بالنسبة لي كان مرعب. وقعدت أول طبعا واحد أنا ببقى في الحاجات دي متصدر لهم وببقى في سبورت ليهم وبتكلم معاهم بطريقه ايجابيه، بس الموضوع بيبقى صعب. انا بتكلم هتكلم بقى عن نفسي في الاصابات. انا كنت جاي من الاهلي من وادي دجله، مش نجم الشباك، بس كنت جاي منتخب، جاي لعيب مظبوط. كويس عايز اضيف للنادي، حابب النادي وعايز يضيف له. عملت يعني لسه داخل من الباب، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاني باول واحد. يعني بص، هو اول صليبي كان بالنسبه لي كان يعني صعب طبعا، بس طبعا مش زي التاني اللي كان صدمه كبيره بالنسبه لي. انا كنت رايح ان هي اصلا مش صليبي خالص، ف كان ايه اللي حصل في التدريب؟ عادي الكرة عادية خالص، ما يعني التحام خفيف خالص جدا، لقيتها ده التحام جه ازاي الالتحام ده؟ عادي كورة كده ماشي بيها وبتاع، فالتحام جه كده واحد جه خبطني، ف خفيف خالص مين خالص خبط؟ يعني كابتن، مش خبطة يعني مش خبطة قوية خالص، ده خفيفة خالص خالص. بس أنا أصلا يعني هو قبل ما مش قبل ما يخبطني، بس اللي هو قبل هو ما مين؟ كابتن وليد، كان تويس سليمان. قبل ما يخبطني كده اللي هو ايه يعني، لقيت يعني ركبتي لفت لوحدها، فقلت ايه ده، فاستغربت، فطلعت على طول وقتي يعني في ساعتها ورحت عملت اشعه. فكان الاوجاع اللي كانت بتجيلي في الركب كانت بعيده خالص عن ان الواحد ان هي يفكر، صليبي. بعيده خالص. فرحت عملت اشعه، فرحت مستشفى، رحت انا والاداري. فبعد ما خلصنا الاشعه وطلعت، الدكتور كان غالبا اهلاوي، فشاف بص الاشعه كده واتخض، وراح قلت له في ايه يا دكتور، كان دكتور مش عندنا من النادي، مش دكتور نادي، دكتور دكتور طبيب عادي. بالظبط. فقلت له في ايه يا دكتور، قال لي خليك مؤمن بالله ومفيش حاجه وبتاع، بس هي صليبي. وراح حاضني كده وحضن غريب يعني، لو والدي مش هيحضني كده. فقلت له الحمد لله يا دكتور، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قعدت اقول كده كذا مره الحمد لله، الحمد ونزلت لله سجدت شكر لله الحمد لله. وروحت بقى. شفت بقى الست الوالده، ما قدرتش بقى خالص خالص امسك نفسي.